أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أفريقيا، نظرة على شأن الأفريقي وكل ما يتعلق بملفات القارة السمراء الساخنة وأهم القضايا التي تشغل شعوبها. نبدأ هذه الحلقة مشاهدينا بعد الفاصل وجولة إخبارية أفريقية. بداية أخبارنا مشاهدينا مع اختتام أسبوع البنية الأساسية في أفريقيا والذي عقد بالقاهرة. خلال ختام هذا الأسبوع ألقى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أكد خلالها أن تطوير البنية التحتية في أفريقيا والربط القاري هو الجانب الأساسي لتحقيق التكامل الأفريقي الاقتصادي المنشود ودعم التنمية في كافة القطاعات بالقارة الإفريقية، ومن ثم الوفاء بأهداف أجندة التنمية في أفريقيا 2063. أضاف وكيل أول وزارة الكهرباء أن البنية التحتية القارية تؤثر بشكل كبير أيضا على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ودفع عجلة التبادل التجاري الفعلي بين دول القارة، وما يرتبط بذلك من فوائد متمثلة في خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية وجذب الاستثمارات سواء من داخل القارة أو خارجها. وأضاف أنه يجب على الحكومات الإفريقية أن تستمر في تقديم الدعم السياسي اللازم من خلال أجهزة صنع القرار بالاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية الأخرى بهدف مواجهة التحديات الفعلية التي تعوق الوصول إلى التنمية المنشودة في القارة الأفريقية. انتخبت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة نائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته. جاء ذلك خلال انعقاد الدورة العادية 34 للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته المنعقدة بمصر والتي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي واليونيسف وشركاء التنمية في الفترة من 25 من نوفمبر الجاري وحتى 5 من شهر ديسمبر القادم. أعربت العشماوي عن خالص تقديرها لانتخابها بهذا المنصب، حيث إنها عضو في لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته منذ عام 2013، وأكدت أنه في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي فإنها تضع دائما قضايا الطفولة في القارة السمراء نصب أعينها وتعمل على دعم الدول الإفريقية الصديقة في قضايا الطفولة. اتفقت السودان وجنوب السودان على تمديد اتفاق يسمح للجنوب بتصدير الخام عبر موانئ الشمال حتى عام 2022. وقع البلدان الاتفاق في عام 2012 وجرى تمديده حتى 31 من ديسمبر من عام 2019. وأكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين بالسودان حامد سليمان أنه تقرر تمديد الاتفاق لمرة ثانية حتى مارس من عام 2022. ويحرص السودان الذي خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال الجنوب في عام 2011 على مواصلة الانتفاع من تصدير نفط الجنوب عبر خطوط أنابيب وموانئ على البحر الأحمر لمساعدة اقتصاده على التعافي. ويعتمد جنوب السودان الحبيس على صادرات النفط المتدفق شمالا لتمويل ميزانيته. جاء الاتفاق على تمديد الاتفاق النفطي خلال زيارة لوفد من وزارة النفط بجنوب السودان إلى الخرطوم. انحنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الأربعاء في مالي أمام نعوش الجنود 13 الذين قتلوا بطريق الخطأ خلال عملية ضد الجهاديين، في حين ظهرت تساؤلات حول مستقبل التدخل الفرنسي في منطقة الساحل في أعقاب سقوط هؤلاء الضحايا. وقفت بارلي في محيط الكنيسة حيث تم الاحتفاء بجثامين هؤلاء الجنود قبل إعادتها إلى فرنسا. وذكرت وزارة الجيوش في بيان لها أن بارلي نقلت في هذه المناسبة للجنود الذين يحاربون الإرهاب في منطقة الساحل تعاطف الأمة وأيضا عرفانها وتقديرها لجهودهم. كان قد وقع حادث التصادم بين المروحيتين اللتين تقلان العسكريين 13 خلال مساندتهما لقوة خاصة من المظليين على الأرض سيطروا على سيارات مشبوهة في جنوب مالي تحمل عناصر إرهابية.
وتعد هذه أكبر خسارة يتكبدها الجيش الفرنسي منذ الهجوم على مقر قيادة القوة الفرنسية في بيروت في عام 1983، وأودى وقتها بحياة 85 شخصا. تعقيبا على هذا الحادث، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أمر جيشه بتقييم عملياته ضد المسلحين في أفريقيا تحديدا في الغرب، وأشار إلى أن كل الخيارات مفتوحة بعد مقتل 13 جنديا خلال مهمتهم القتالية في مالي هذا الأسبوع. أضاف ماكرون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن فرنسا تعمل في الساحل نيابة عن الجميع، وطالب ماكرون من الحكومة وكبار القادة العسكريين دراسة متعمقة لطبيعة العمليات الفرنسية في المنطقة. اتهمت الحكومة الإريترية قطر بدعم خطة تهدف إلى تدمير استقرارها وبث الفتنة داخل المجتمع الإريتري. وزارة الإعلام الإريترية قالت في بيان لها إن قطر تدير مخططا لتحريض الشباب على الانخراط في التمرد ضد الحكومة، وأوضحت أن مخطط قطر يتضمن زرع الانقسام العرقي والكراهية بين الشعب الإريتري. أشار البيان أيضا إلى دور قطر في تغذية التطرف الديني وجماعات الإسلام السياسي التي تعمل ضد البلاد، مؤكدا تعرض الدوحة في تدريب عناصر مسلحة من جماعة الإخوان الإرهابية على الاغتيال وأعمال العنف تمهيدا للقيام بعملية إرهابية. انتهت أخبارنا. الموضوع الذي نطرحه معكم لنقاش هذا الأسبوع مشاهدينا في برنامج أفريقيا متعلق بفرص الاستثمار في القارة السمراء. إذا ما تحدثنا عن الاستثمارات البينية الأفريقية، فهناك جهود مكثفة تقودها مصر في هذا الإطار، أخيرها استضافة مصر لمؤتمر استثمر من أجل أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور نخبة كبيرة من وزراء الاقتصاد في الدول الأفريقية وممثلي المؤسسات المالية والدولية الكبرى. مؤخرا في القاهرة قام السفراء الأفارقة المعتمدون في مصر باحتفال كبير أطلقوا خلاله إصدار فرص الاستثمار في أفريقيا. أعلن ذلك سفير الكاميرون في مصر وهو عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي محمد لابرينج. فرص الاستثمار في أفريقيا هو عبارة عن وثيقة إصدار باللغتين الفرنسية والإنجليزية توضح كيف يمكن استغلال الموارد والثروات الموجودة في القارة الأفريقية وتعزيز الاستثمار فيها. هذا الأمر هو محاولة من السفراء الأفارقة لدعم جهود القارة السمراء في دعم الاستثمار البيني وتحقيق طبعا التكامل الاقتصادي، وهو الطموح والهدف الأكبر المنشود الآن على الساحة الأفريقية. نناقش مع حضراتكم هذا الملف مشاهدينا مع ضيفنا في الاستوديو سيادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية. أهلا بحضرتك. أهلا معنا سيادة السفير. اسمح لنا أولا مع مشاهدينا نتوقف لمتابعة هذا التقرير. كانت إفريقيا تعتبر في وقت ما قارة الحروب والأوبئة، ولكن هذا التصور قد تغير إيجابيا وأصبحت دولا جاذبة للاستثمار ومحط أنظار المستثمرين في العالم. لذا أطلق سفراء الدول الأفريقية في القاهرة كتاب بعنوان فرص الاستثمار في أفريقيا. هذا الكتاب يعد نتاج تعاون سفراء الدول الأفريقية في القاهرة، والذي يعتبر دليلا لكل من يريد الاستثمار في أفريقيا. وضعنا في هذا الكتاب طرق التواصل مع المسؤولين في كل دولة. هناك تزايد في الاستثمارات في الدول الأفريقية، وأعتقد أن هذا الأمر سيزداد في الفترة المقبلة لما تتمتع به إفريقيا من موارد طبيعية وبشرية وغيرها. الحاضرون من مستثمرين وسفراء مصريين أكدوا أن فرص الاستثمار في أفريقيا زادت بشكل ملحوظ بعد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إلقاء الضوء على أهم الفرص الاستثمارية وتمهيد المناخ الملائم والجاذب لقيام الاستثمارات لتعظيم الاستفادة من هذه الفرص، وأيضا لزيادة دخل الدول الأفريقية والمواطنين والارتقاء بالأداء الاقتصادي. من القاهرة إطلاق كتاب يشرح كيفية فرص الاستثمار في القارة السمراء، شيء إن دل فهو يدل على أن مصر كانت وما زالت وستظل قلب إفريقيا النابض. عمر حمزة، النيل.
الإصدار كما تابعنا في التقرير يحتوي على فرص الاستثمار المتاحة في أفريقيا وتوضيح أيضا للتسهيلات والإمكانيات التي تقدمها كل دولة للمستثمرين فيها ورجال الأعمال، هو نتاج عمل جماعي مشترك من قبل السفراء الأفارقة المعتمدين في مصر. حول هذا الأمر ندير النقاش مع ضيفنا الذي نرحب به من جديد، سيادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية. أهلا بحضرتك مرة أخرى سيادة السفير. تعقيبك على هذا المجهود من قبل السفراء الأفارقة، تقديم يعني شكل من أشكال التسهيلات لتعريف بفرص الاستثمار في القارة، خاصة وأن هذا الإصدار يأتي بعد أيام قليلة من مؤتمر استثمر في أفريقيا. شوفي حضرتك، هو المجهود ده مجهود محمود ومشكور من خبر السفراء الأفارقة في مصر، وعددهم غير قليل. من أكثر العواصم اللي ممثلة فيها الدول الأفريقية هي القاهرة. الفكرة كانت ظهرت في عام 2018 قبل انعقاد معرض التجارة البينية الأول اللي استضافته القاهرة في ديسمبر من عام 2018، وفعلا كان صدر هذا الكتيب وتم تعديله وإضفاء الكثير عليه وإخراجه بأكثر من لغة بالشكل اللي يخليه يبقى متاح لكل من يهمه هذا الأمر. الاحتفال بهذه المناسبة في الشك أنه ده شيء طيب للإعلان عنه، خاصة لوسائل الإعلام. أتمنى على مجموعة سفر الأفارقة أن هم يتواصلوا أو يوصلوا هذا الكتيب الهام لكافة المؤسسات في إطار قطاع الأعمال العام والخاص، طبعا بدءا بوزارة التعاون الدولي والاستثمار اللي هي العمل الاستثمار، إنما أيضا جمعية رجال الأعمال المصريين، اتحاد المستثمرين المصريين، وغيرها من الفعاليات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري والتجاري في مصر، بحيث ان يبقى فيه تصور واضح. طبعا هذا الكتيب لانه يعني بيغطي عدد كبير من الدول، فما بيتحش الفرصة للكثير من التفاصيل، من هنا أهمية التواصل مع هذه الجهات، ولكل دولة طبعا مصلحة في انها تحاكي مجتمع الأعمال في مصر اللي النهاردة استثمارات مصر تجاوزت 10 مليار دولار في القارة الأفريقية، وبالتالي هناك مجال لزيادة وتعزيز هذه الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية. ومن هنا مهم قوي التواصل مع هذه الفعاليات في هذه المجالات اللي ذكرناها، ولمزيد من التوضيح، لمزيد من الشرح، لمزيد من الإجابة على استفسارات هذه أو المسؤولين عن هذه الفعاليات. ده شق طبعا، ده شق مهم جدا. يعني الحديث حضرتك عن التفاصيل وأكيد شيء يعني له قدر من الأهمية، لكن الفكرة هنا نحن نتحدث عن مبادرة تسير نحو التوجه الأفريقي، نحو التكامل اللي لن يحدث بالتبعية بدون الاندماج القاري على الصعيد الاقتصادي ودعم الاستثمارات البينية. نتمنى على المجموعات السفراء الأفارقة اللي في العواصم الأفريقية الأخرى أنها تحظو حذو مجموعة السفراء هنا في القاهرة، لأنه ده مجهود ما فيش شك بيساهم على تعزيز الاستثمار بين الدول الأفريقية بعضها والبعض الآخر. النهاردة إذا كنا بنتكلم على الاستثمار المصري، إنما ما فيش شك أنه الأدوات والجهات اللي قايمة على الاستثمار داخل القارة الأفريقية، ما ننساش إن في بعض الاستثمارات الأفريقية في مصر أيضا، أصبحت بتملك قوة أكثر ووجود أكثر في القارة الأفريقية وبين دول الأفريقية بعضها والبعض الآخر. ده هيجرنا برضو للاتفاق الهام اللي شهدنا توقيعه في شهر مارس 2018، اللي هو الخاص بإنشاء منطقة تجارة حرة قارية أفريقية، واللي دخل حيز النفاذ في القمة الأفريقية اللي استضافتها نيامي النيجر وترأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لأنه يعني من بدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ما فيش شك إن دوت هيسهم في مزيد من التجارة البينية، مزيد من انتقال حركة رؤوس الأموال،
انتقال المعلومات، تعزيز مجال الاتصالات بين الدول الأفريقية، انتقال بضائع، انتقال الأفراد، وده كله يصب في خانة اللي سعادتك أشرت إليها، ألا وهو سعي الدول الأفريقية مجتمعة في مزيد من التكامل ومزيد من الاندماج. نعم. ووصولا بإنشاء السوق الأفريقية الموحدة. تمام سيد سفير، يعني من أجل تحقيق هذا الهدف هناك إجماع على أن البنية التحتية في أفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة، بحاجة إلى تطوير كبير يسمح بالحصول على الأهداف المنشودة لاتفاقية التجارة الحرة والأهداف الاندماج الاقتصادي. إلى أين وصلت يعني هذه النقطة تحديدا؟ ونحن نتحدث عن دول أفريقية حتى هذه اللحظة لا يوجد بينها طيران مباشر، لا يوجد وسيلة تنقل سهلة ما بين الدول وبعضها البعض. كويس أوي. شو حضرتك، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي السيد الرئيس كان بينتقل من عاصمة ومدينة إلى أخرى، سواء كان في إطار مجموعة السبع دول الصناعية الكبرى أو مجموعة العشرين أو في إطار منتدى مبادرة الحزام والطريق أو قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي أو قمة التكاد أو القمة الأفريقية الروسية الأولى أو قمة برلين المصغرة اللي جمعت عدد لثالث عام على التوالي، وكان حضرها السيد الرئيس في العام الماضي قبل حتى ما يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، بيتناول رسالة بيأكد عليها ويلفت النظر ليها مع كل الفعاليات اللي بيتعامل معاها بيلتقي بيها خلال هذه الزيارات، سواء كانوا مسؤولين حكوميين وعلى أعلى مستوى الزعامات والقادة أو سواء كان مع مجتمعات الأعمال سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، مرورا بغيرها من الفعاليات، أنه أكد أنه القارة بتوفر فرص كبيرة والظروف اللي فيها النهاردة اختلفت عما كانت عليه من 20 أو 30 سنة، في جهد مبذول، في تحرك جماعي، في جدية في طرح الملفات، وملفات على شكلة التحول الديمقراطي، الحوكمة، مكافحة الفساد، وبالتالي كلها موضوعات كان يعني الشركاء الدوليين أو بعضهم على الأقل بيتمنوا أنهم يجدوا تقدم بيحرص في القارة الأفريقية. نعم. في إطارها الرسالة دي بيأكد عليها السيد الرئيس، وشفناه بيأكد عليها أيضا في منتدى الاستثمار من أجل أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة منذ بضعة أيام، وبيأكد على حاجة مهمة جدا، إن إحنا يجب أننا نخرج عن العباءة التقليدية لعلاقات التعاون اللي بتربط أفريقيا مع شركائها الدوليين بصرف النظر مين فيهم، وإنه يجب تناول الأمور بشكل جديد ومبني على المصلحة المشتركة. طيب الخروج عن هذه العباءة التقليدية، هل يعني يفهم من ذلك أنه يجب الخروج بتشريعات جديدة حتى لو حدث ذلك على الصعيد التشريعي الأفريقي لمزيد من التيسير؟ شوف يا فندم، هو في جهد بيبذل الحقيقة، ويجب أن يستمر في أنه يبذل، ونعزز الخطوات اللي بناخدها في العواصم الأفريقية المختلفة في هذا المجال بحيث أنه اقتصادياتنا تبقى جاذبة أكتر وأكتر للاستثمار الأجنبي المباشر. ما فيش شك حتى فيما يتعلق بينا هنا في مصر، إحنا مازال أمامنا خطوات يتعين أننا ناخذها، وإحنا أخذنا خطوات كتير وما زلنا بناخدها، والحقيقة الدولة والحكومة على وجه التحديد يعني بذلت جهد كبير قوي في خلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وهذا الاستثمار هيجد انطلاقة قريبا، خاصة مع الأخذ في الاعتبار لمعدلات أو المؤشرات الاقتصادية اللي بيتم الإعلان عنها وبيتم تضمينها في تقارير خاصة بالمؤسسات الدولية سواء كانت ذات طابع اقتصادي أو طابع مالي إلى آخره. سيد سفير، طيب الخروج عن التقليدية ربما يعني ممكن أيضا نشير إليه في المحاور الجديدة اللي بيتم استخدامها
في المؤتمرات الاقتصادية الكبرى وأخرها مؤتمر الاقتصادي أو مؤتمر استثمر من أجل أفريقيا. كان في يعني بجانب بند التحول الرقمي طبعا والتحول الصناعي، وهي أمور يعني إذا ما حدثت ستحدث طفرة في القارة الأفريقية، كان في أيضا محور شديد الأهمية وهو رأس المال البشري. الاستثمار في رأس المال البشري هو أكيد خروج عن التقليدية إذا ما تحدثنا عن الإطار التقليدي للتفكير في الاستثمار. كيف يمكن أن يحدث ذلك على مستوى شباب القارة الأفريقية؟ الموضوع ده مهم جدا، كويس أن ساعتك أثرتيه، لأنه هذا ما يسير السيد الرئيس مع الزعامات اللي بيلتقي بيها في هذه المحافل. كان محل تناول في برلين مؤخرا، كان محل تناول في سوتشي قبلها إلى آخره. السيد الرئيس بينقل رسالة وبيوضح أمر مهم جدا، أنه الاستثمار الأجنبي في القارة الأفريقية لا يحقق فقط مصلحة أفريقية، وإنما يحقق أيضا مصلحة للمجتمع الدولي وبصفة خاصة الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه التحديد برلين أو ألمانيا الاتحادية اللي كانت مستضيفة هذه القمة المصغرة مؤخرا. ليه؟ لأنه في تحديات بتواجهها العديد من الدول. أولا الهجرة غير الشرعية، ثانيا تفشي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، ثالثا انه القارة الأوروبية بتشيخ عاما بعد الآخر، وبالتالي هي على عكس القارة الأفريقية المليئة بالشباب. بالظبط كده، أكثر من 60% من اسمه دوت من السكان في أفريقيا، وحيستمر على فكرة تستمر هذه النسبة. احنا متوقعين انه بعد انتصاف هذا القرن وقبل نهاية القرن الحالي انه عدد السكان في افريقيا هتضاعف. يعني احنا بنتكلمش على 1.2 او 3 مليار افريقي، انا بتكلم على 2.5 مليار افريقي، ودي سوق ضخمه جدا. ما فيش شك انه لكثير من شركائنا الدوليين مصلحه في ان هم يهتموا بهذه السوق، مش بس النهارده انما هذه السوق في العقود القادمة أو بس في المقابل القادمة. يا فندم لابد أن نهتم نحن أيضا بهذه الكوادر البشرية حتى لا يعني تستفيد بها الدول الأوروبية، هذا طرح آخر في المقابل. شوف يا فندم، الاهتمام بس متوت بإيه؟ بعملية التأهيل وتدريب هذه الكوادر الأفريقية بيحقق مصالح مش بس للدول الأفريقية، وهي بتتحول إلى واقع جديد زي ما أشار السيد الرئيس في العاصمة الإدارية مؤخرا، إنما لأنه من ناحية أنت بتشجعيهم على أن هم يتوطنوا بلدانهم ولا يلجوا إلى الهجرة غير الشرعية، ودي مصلحة أوروبية مصلحة غربية. الحاجة الثانية أنك أنت بتقطعي الطريق على أي محاولات لمنظمات الإرهابية اللي انتشر أثرها ورشاتها في القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة أنها تنجح في استقطاب عقولهم. ليه؟ لأنك أنت بتخلقي له البديل، بتخلقي له حياة كريمة، بتخلقي له فرصة عمل. ومن هنا الاهتمام بقطاع الصناعة، السيد الرئيس كان واضح في هذا في كل محفل ولغاية العاصمة الإدارية مؤخرا، الاهتمام بالصناعة لصناعات كثيفة العمالة. احنا محتاجين صناعات كثيفة العمالة توفر أكبر قدر من فرص العمل. ده إلى جانب بقى انه الدور الاوروبي، ده دور القطاع الخاص يا فندم لو بنتكلم عن هذه المشروعات كثيفه العماله، ولا يعني جهد ايضا من الحكومات؟ ما فيش شك انه جهد من الحكومات، القطاع العام الدولي له دور، انما بصفه خاصه القطاع الخاص. واعتقد انه الوضع الاقتصادي والمالي الدولي الراهن بيشجع على توجيه الاستثمارات، حتى وان كان حصل انكماش في حركة رأس المال أو الاستثمار على المسرح الدولي بفعل اعتبارات كثيرة، ومن ضمنها الإجراءات الحمائية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وغيرها من الاعتبارات اللي احنا دايما بنذكرها. إنما اللي عايزين نأكد عليه هنا، ومصر كانت بتأكد عليه في كل مناسبة والسيد الرئيس بيأكد عليه في كل مناسبة، إنه يجب أننا ندي طبيعة العلاقة بين شركائنا الدوليين بكل الفعاليات بتاعتهم بقى، كانت حكومة أو قطاع عام أو قطاع خاص. كويس، أنا يعني قدرت جدا المبادرة اللي اتخذتها أنجيلا ميركل في قمة برلين الأخيرة بأنها تنشئ صندوق
لمخاطر الاستثمار في واحنا كنا عملنا الخطوه دي سبقتها يعني فيها مصر مخاطر الاستثمار كده. في افريقيا بالضبط كده. انما هو المستثمر ده الى جانب انه في اطار الامم المتحده والبنك الدولي هناك ايضا جهاز يتصدى لمخاطر الاستثمار. جهود المجتمع الدولي كله بدءا بالأمم المتحدة مرورا بالحكومات انتهاءا بقطاع الخاص العالمي اللي بيخطبه السيد الرئيس في كل مناسبة وبينشده ان هو يوجه استثماراته الى القارة الأفريقية وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية. زي ما سعادتك ذكرتي ان احنا في القارة الأفريقية اذا كنا في احتياج لشيء فاحنا في احتياج للاستثمار في البنية التحتية سواء كان إنشاء طرق أو سكك حديدية أو رفع قدرات المواني أو بنى مطارات جديدة رفع قدرات المواني يعني تعبيد الطريق بحيث أنه يبقى جاذب أكثر للاستثمار ويسمح بتجارة بينية ويسمح بعملية تكامل بين الدول الأفريقية. وبالتالي هي منظومة بتضم أطراف كتير شركائنا الدوليين الحكومات زي ما سعادتك أشرتي برضو القطاع الخاص والمنظمات طيب الاقتصادية. بالنسبة للشريك الروسي يعني وهو شريك دخل على الساحة مؤخرا يعني سبقته الصين سبقته الهند لكن روسيا يبدو أنها أيضا تريد الدخول في شراكة اقتصادية قوية مع دول القارة الأفريقية، هل يعول عليها في مجال الطاقة المتجددة بما أنه واحد من الأمور التي تحتاج إليها أفريقيا للاستثمار فيها بشكل ضخم؟ ما في شك هي لها منافسين كتير ويجب أن احنا ننطلق بأننا نشير إلى أنه الاتحاد الروسي موجود في القارة الأفريقية وفي تاريخ طويل من علاقات التعاون في مجالات شتى. إن في شك وزي ما ذكرتي ساعتك أنه مجال الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة مجال واعد جدا والاتحاد الروسي عنده ميزة نسبية ويقدر ينافس في هذا المجال حتى وإن كانت دول أخرى سبقته إلى هذا وبصفة خاصة الصين. الصين النهاردة بتنشئ سواء في إطار العلاقات الثنائية اللي بتربطها مع القارة الأفريقية أو العلاقات الجماعية مع إنشاء منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بداية هذا القرن أو في إطار مبادرة الحزام والطريق مع منتصف هذا العقد. يعني الصين النهاردة بتشيد مشروعات كبيرة جدا وعملاقة وبصفة خاصة في مجال الطاقة وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية. الدروسي مطلوب ومرحب به جدا في القارة الأفريقية وما في شك أنه في تفاهم وتناغم مصري روسي بشأن الرغبة في التعاون الثنائي وتوسيعه لتعاون ثلاثي بحيث أنه يبقى تعاون ثنائي في القارة الأفريقية ولخدمة قضية التنمية والقضية الأساسية في القارة الأفريقية مع ما يرتبط بقى بمواضيع أخرى. يعني قطعا الطرف الروسي له مصلحة أكيدة في مكافحة الإرهاب وعدم السماح باستمرار استشرائه في القارة الأفريقية لأنه زي ما شفنا روسيا متضررة بفعل الإرهاب يعني بيطالها زي ما بيطال غيرها وبالتالي عندها اهتمام ورغبة في أنها توسع من مجال التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات والتعاون العسكري والتعاون الأمني بحيث أننا كلنا تتضافر جهودنا ونحتوي ظاهرة الإرهاب. طيب كما حضرتك تفضلت ربما ملف الهجرة غير الشرعية كان دافع لبعض يعني قوى الغرب وعلى رأسها ألمانيا في تحقيق التنمية في القارة الأفريقية، لكن على الجانب الآخر إذا تحدثنا عن التحول الصناعي في أفريقيا مما لا شك فيه أن هذه القوى الكبرى ليس لها مصلحة في أن تتحول أفريقيا إلى قوى صناعية تصنع موادها الخام بنفسها لأنها تستفيد لأن السوق الأفريقية سوق واسعة يعني إعادة استيراد هذه المواد الخام في صورة سلع للدول الأفريقية. هل يمكن أن تقف عائقا أمام تحقيق هذه المشروعات التنموية المتعلقة بالجانب الصناعي تحديدا؟ شوف يا فندم الحسابات اللي كانت بتلجأ إليها الدول في تحليل الموقف الداخلي في هذه الدولة أو تلك أو هذه المنطقة أو تلك من حوالي 20-30-40 سنة اختلفت النهاردة حتى
الظروف الدولية اختلفت. احنا النهاردة مقبلين على ثورة صناعية خمسة، الذكاء الاصطناعي أصبحت استخداماته بتكثر وبتتكثف، وبالتالي في تغيير بيتم في القارة العجوز أو في العالم الغربي أو في الدول المتقدمة، حتى في الدول ذات الاقتصاديات البازغة. من هنا هناك مجال للتصنيع في القارة الأفريقية. ونرجع تاني ونقول أنه لما توصلي لهذه الدرجة من اليقين أنه لا ده الأمور استفحلت ويجب أن احنا نتعاون مع الدول الأفريقية بالشكل اللي يحل ولو جزئيا المشاكل والتحديات اللي احنا بنواجهها. طيب الدول الأفريقية مع تفاوت اقتصادها وتفاوت الظروف السياسية فيها واختلافها، قادرة أنها تقوم بتصنيع موادها الخام، قادرة بالتحول بالقيام بهذا التحول الصناعي بدون ما من ناحية نستعين بشراكاتنا الدولية؟ صعب، شبه مستحيل. وبدون ما نوظف بشكل كبير جدا طاقتنا الأفريقية في مجال الاستثمار. خليني أشير هنا هو إلى الطاقة البشرية تقصد؟ أنت عندك قدرات على الاستثمار البيني والاستثمار الداخلي في القارة الأفريقية كبيرة وبتتعاظم عن بعد الآخر. خليني أشير هنا إلى تقرير صادر عن جمعية رجال الأعمال المصريين اللي بيشير إلى أنه حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في مصر في الآونة الأخيرة أكثر من 50% منها هي من قطاع الأعمال، قطاع الخاص. وبالتالي أنت عندك قطاع خاص يعني النهاردة استثماراته بتزيد داخليا وبتزيد في مجالات جديدة زي مجال الطاقة ومجال المياه، بتزيد في مجال التعليم ومجال الصحة، للأسف أنها تراجعت في مجال الصناعة والتجارة. وبالتالي لماذا هذا التراجع في رأيك؟ أنا بشوف أنه ما زلنا في مصر رغم الجهود اللي بذلتها الحكومة، ويجب أن احنا نقر بهذا. حضرتك بتتكلم عن مصر ولا أفريقيا؟ أنا بتكلم عن مصر كمثال على أفريقيا. الحكومة بذلت جهود كبيرة قوي في أنها تخلق حوافز وتشجع على الاستثمار سواء الداخلي في مصر أو الاستثمار المصري في القارة الأفريقية، إلا أنه ما زال هناك طريق طويل نقطعه بحيث أننا نمكن هذا القطاع من تعزيز استثماراته سواء في الداخل المصري أو في القارة الأفريقية. شكرا جزيلا سيد السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية، شكرا على وجودك معنا. ومشاهدينا في يعني نفس الإطار ما نتحدث عنه، فرص الاستثمار في أفريقيا وفرص التكامل ويعني دعم المقترحات والرؤى التي تدعم ذلك، ناقشنا مبادرة من السفراء الأفارقة من خلال إصدار كتيب باللغتين الفرنسية والإنجليزية لتوضيح سبل الاستثمار في الدول الأفريقية. في إطار متابعتنا لوقائع مؤتمر الاستثمار من أجل أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة، كان لنا هذا اللقاء مع واحد من المشاركين في هذا المؤتمر بعيد عن المجال الاقتصادي لكنه كاتب ومؤلف وله مؤلفات متعلقة بهذا الشأن، التكامل الأفريقي على كافة المستويات ليس فقط الاقتصادية، ومن أشهر كتبه ومؤلفاته هو كتاب أفريقيا الجديدة. أترككم مشاهدينا مع هذا الحوار مع المفكر والكاتب الأفريقي آدا ماتايا. لدينا زخم يشهده منتدى أفريقيا 2019 في الحضور ليس فقط من القادة وممثلي الحكومات ورجال الأعمال وإنما أيضا عدد من الشخصيات البارزة. ربما افتتاحية هذا المؤتمر جاءت لتمس يعني صلب الجهود المصرية وصلب الطموحات المصرية في التكامل الأفريقي الأفريقي، كانت الافتتاحية بسيطة وتتناول هذا الأمر على المستوى الثقافي عن طريق الموسيقى التي تجمع ما بين الشعوب. معنا الآن واحد من كبار الكتاب الأفارقة والذي له العديد من الكتابات حول أفريقيا الجديدة، أفريقيا المستقبل، أفريقيا التي ترغب في الاعتماد على النفس، وأفريقيا التي ترغب في الاستغلال الأمثل لشبابها وكوادرها. السيد آدا ماتايا كاتب كتاب غدا أفريقيا الجديدة، أرحب بك على قناة النيل الأخضر.
السيد أدام أغايا، دعنا نتحدث عن انطباعك عن افتتاح المنتدى. أعتقد كان احتفالا رائعا ومشاركات مميزة، بصفة خاصة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أشارت إلى أن هناك يوم جديد لأفريقيا، وهذا ما أؤمن به بشكل شخصي، حيث أنني قد كتبت كتابا اسمه غدا أفريقيا الجديدة، الذي من خلاله شرحت حالة أفريقيا وأكدت أن أفريقيا تنهض حاليا. أفريقيا الجديدة، وكيف يمكن أن نراها حين نتحدث عن التكامل؟ التكامل ليس اقتصاديا فقط، ولكنه ثقافي أيضا. بالطبع على المستوى الإقليمي لا يمكن أن نحقق تكامل اقتصادي دون أن يكون هناك تكامل ثقافي. يجب أن يكون هناك علاقات بين الناس بعضهم البعض. نحتاج أن نسافر من دولة إلى أخرى وأن نشارك في العلاقات الاقتصادية. وإذا نظرنا إلى علم المصريات على سبيل المثال، فإن الكثير من الأفارقة قد عرفوا الكثير عن مصر من خلاله. أيضا كان من المهم جدا لمصر أن تستضيف كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وأن نرى أن هناك انفتاحا للقارة وأبنائها على بعضهم البعض، وأن أهل الشمال من القارة قد أدركوا أن مستقبلهم يكمن في التعاون مع الجنوب. وإذا ما قام المستثمرون بعمل علاقات اقتصادية من خلال مصر أو المغرب أو الجزائر أو أي دولة، فإن هذا أمر عظيم، ومن المهم أن نجعل الشعوب تتحدث إلى بعضها البعض. ولكن لكي نصل لهذا الهدف يجب أن يكون لدينا انتقال وتقليل التكلفة والوقت الخاص بالسفر، مهم جدا. كيف لنا أن نرى دور ذلك في تدعيم التكامل؟ بالطبع هذا أمر هام جدا للتنمية، للبنية الأساسية المادية. نحتاج أن يكون لدينا بنية أساسية موثوق بها، ويستطيع الناس الانتقال من جهة من القارة إلى جهة أخرى. كما تعلمين يستطيع الناس في أمريكا أن ينتقلوا من نيويورك إلى لوس أنجلوس باستخدام العديد من الوسائل مثل الطائرات أو السكك الحديدية أو الطرق. نحتاج أن نرى إفريقيا كقارة واحدة فيما يتعلق بالبنية الأساسية المادية، ولكننا نحتاج أيضا إلى بنية تحتية اجتماعية متمثلة في طريقة التفكير حتى نتطلع إلى أفريقيا رائعة في القرن 21. ولكننا يجب أن يؤكد أننا عندما يأتي إلينا إناس من دول خارجية من الصينيين أو الأوروبيين أو الأمريكان، يجب أن يجدوا البشر الذين يستطيعون التحدث معهم وتحقيق تعاون يخدم الطرفين. وأعتقد أن لهذا يجب أن تتعاون أفريقيا كي تكون كيان قوي على مائدة المفاوضات، وإلا سيكون القرن 21 يشكل شكلا جديدا من الاستعمار من قبل الدول الخارجية، لأن من يأتون بالخارج إذا لم يجدوا من يتحدثون معهم لن يستطيعوا أن يجيوا إلى أفريقيا إلا وهم مدججين بالأسلحة لتحقيق مصالحهم بالقوة. نحتاج أن يكون لدينا إمكانيات قوية لكي نحقق مصالحنا. إن افتتاح هذا المنتدى كان من خلال الموسيقى وكان يحمل رسالة. كيف تلقيت هذه الرسالة؟ بالطبع الموسيقى مهمة لأنها لغة عالمية، وهي تدفع الناس للاستمتاع، لأن الحياة مليئة بالمتع والسعادة. ولكن على الجانب الآخر يجب ألا ينظر إلينا على أننا قارة من عازفي الموسيقى. إن الأمر يتعلق بالتكامل من خلال الثقافة. نعم بالطبع التكامل من خلال الثقافة رائع، ولكنه في نهاية اليوم نحتاج أن نرسل رسالة اقتصادية أننا مستعدون للعمل. هناك مثلث هام يشمل الطعام والأمن والاستقرار، وهذه هي الحاجات الأساسية اللازمة لشعور الإنسان بتقدير الذات، وهذا يساعد على الاستمتاع بالفن والثقافة والحياة الاجتماعية. أعتقد أن ما نحتاج إليه هو منهج شامل لبناء القارة بأيدي الأفارقة في القرن 21، وأن ننتج طعامنا بأنفسنا. وأنا سعيد جدا أن مصر تلعب الآن دورا رياضيا. أستطيع أن أدعي أن مصر قد عادت كدولة قوية جدا، ونحن كسنغاليون تعودنا منذ صغرنا أن نقرأ عن مصر، وهناك أسماء مصرية كبيرة من السياسيين ورجال الفكر. بالنسبة لنا مصر بلد الفراعنة،
وحضارة 5000 عام، ونسعد بعودة مصر لأفريقيا، وأشعر بالراحة أن زيادة قدرات مصر في جميع المجالات سوف يجعل مصر قادرة للاستثمار. وأعتقد أن الدول الأفريقية تسعد لقيام مصر بهذا الدور. أنا أؤيد مصر وأؤمن بمصر، وأرى أنه عند الحوار مع أي قوة خارجية سواء الصينيين أو الأمريكان أو الأوروبيين يجب أن يكون هناك منصة موحدة لهذا الحوار لكي نستطيع أن نحقق مصالح قارتنا. كيف ترى العاصمة الجديدة؟ هذا المشروع الضخم الذي قال عنه الرئيس السيسي أنه كان حلم ثم صار حقيقة، كيف ترى هذه التجربة المصرية؟ أنا مندهش لما رأيته في مصر. عندما جئت لمصر أول مرة سنة 1993 كان هناك قمة إفريقية في مصر، كان هناك العاصمة القديمة والمطار، وكان الكسل يسيطر على كل شيء. وعندما رأيت زرت مصر الآن رأيت دولة تحول نفسها تحول كبيرة، وتذكرني بما رأيته في الصين، ولأنني بالفعل أرى تحول مشابها يحدث في مصر. في نهاية اليوم إن التطور الاقتصادي يجب أن يكون مصحوب بالاستقرار والتقدم. وسمعت هذا الأسبوع رئيس الوزراء المصري يتحدث في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية الأفريقية ومعه وزراء الطاقة والاتصالات، وأستطيع أن أرى أن هناك رؤية جديدة في مصر. في نهاية اليوم إن التطور مرتبط بالرؤية والمهمة والتنفيذ، وأستطيع أن أرى أن مصر قد سبقت العديد من الدول. وسمعت أحد الوزراء الأفارقة يقول أنه يرغب في تنفيذ نموذج العاصمة الإدارية في بلاده، لذا أعتقد أن هذا هو المكان المناسب الذي يجب أن يأتي إليه الناس كي يتعلموا. أنا فخور جدا بما رأيته في مصر، وأعتقد أن القادمة أفضل. This is a place where people should come and learn. I am very proud of what I've seen about Egypt, and there is a way forward. سيد أدام غايا، كاتب كتاب غدا أفريقيا الجديدة، أشكرك على هذا اللقاء، أشكرك على وجودي معك، أسعدتني.